وبالعودة إلى تصريحات وزير الطاقة السعودية عن سوق النفط العالمية واجتماعات أوبك المقبلة لخفض الإنتاج، حيث ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن المحلل الاقتصادي صادق الركابي. سيد صادق، كيف تنظر إلى تصريحات وزير الطاقة السعودي حول استقرار سوق النفط وعدم الحاجة إلى اجتماع جديد لخفض الإنتاج في إبريل المقبل؟ نعم، تحية لكم. بالفعل هي تصريحات ملفتة، خاصة أن الكثير من الأسواق كانت تخشى من أن يكون هناك تراجع أو مزيد من التراجع في أسعار النفط، ولكن على ما يبدو أن الوزير السعودي ينتظر أولا بداية تطبيق القرار السابق بخفض الإنتاج من أوبك بلس بقرابة 1,200,000 برميل، وأيضا السعودية قامت بخفض أكثر من 500,000 برميل خلال شهر واحد، وبالتالي هذا الرقم يحتاج إلى فترة إلى أن يكون له مفعول في الأسواق. ولا يرى الوزير السعودي بالفعل يعني حاجة لاجتماع آخر لأوبك قبل أن يتم يعني التأثير الحقيقي للقرار السابق الذي سوف نلاحظه خلال هذا الشهر، وأيضا مع تراجع ملحوظ في مخزونات النفط الأمريكي. نعم. وبداية تحسن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي كل العوامل تشير إلى أنه لا حاجة الآن تحديدا إلى اجتماع جديد لخفض جديد أو مناقشة تخفيضات أخرى. بالإشارة إلى المباحثات بين الصين والولايات المتحدة كما تفضلتم، تطورات هذه المحادثات بطبيعة الحال ستلقي بظلالها على النمو العالمي وعلى التجارة وعلى الأسواق، مما ينعكس بالتالي على النفط. يعني أليس من المبكر أن يصرح وزير الطاقة السعودي بهذا التصريح قبل أن تؤثر أو يظهر تأثير هذه المباحثات على الأسواق؟ على العكس تماما، أنا أرى أنها استراتيجية ذكية من قبل الوزير الفالح على أن يطمئن الأسواق من أن هناك قدرة لأوبك على السيطرة على الإنتاج، وأن القرار السابق لأوبك بخفض الإنتاج سوف يأخذ مفعوله خلال الربع الأول من هذا العام، وبالتالي هو يطمئن المستثمرين ويضيف مزيد من الزخم للارتفاعات التي لاحظناها خلال الأسبوعين الماضيين على برنت وعلى خام تكساس. وأيضا لا نغفل عن تراجع ملحوظ في عدد منصات الخام الأمريكي وعدم رغبة المستثمرين في ضخ مزيد من الأموال في تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى ما ذكرتم من تحسن مناخ المفاوضات. يعني لا نقول تحسن المفاوضات، وإنما بوادر إيجابية لتحسن الطلب التجاري من قبل الولايات المتحدة أو الصين بعد المفاوضات التجارية التي يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي صادق الركابي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة البريطانية لندن.